خليني أخذكم مشاهدينا لتغريدة اليوم اللي اختارها لكم فريق العمل، وهي من حساب المهتمة بالوعي الهنوف، وكتبت فيها: لا تسمح لشخص أن يستخدمك لتفريغ ضغوطه وغضبه ثم يذهب ليعيش حياته بكل سعادة وخفة ويتركك مثقلا بطاقته السلبية التي لست مسؤول عنها بأي حال من الأحوال. إيش رأيك يا أودي؟ أنا صراحة أحيي أستاذة هنوف وأشكرها على هذه التغريدة، لأنه فعلياً 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 قاعدين نلاحظ كثير ناس. أنا مو زعلانة من الشخص اللي قاعد يفرغ طاقته، قاعدة زعلانة من الشخص اللي يستقبل تفريغ الطاقة وما يفهم هذه الرسالة وما يصحى لنفسه. أحس أنه هو يحتاج جلسات وعي، جلسات إدراك، يفهم إيش الأشياء اللي قاعد تصير حوله عشان يقوي نفسه ويقوي ثقته بنفسه. لأن لما أنا أسمح للشخص أنه هو يضايقني بطاقته اللي هو ماخذها من أحد غيري، فهذا الشيء يضايق وتعب النفسية، أكيد يسبب مشاكل على المدى البعيد. أكيد، وهذا يعني إنه الشخصية الثانية شخصية ضعيفة دام تستقبل هذه الأشياء السلبية. وأكيد أنا يعني الله يبعد عنا الناس اللي تعطينا كل طاقتها السلبية وتحولني من إنسان إيجابي محب للحياة إلى إنسان سلبي وكاره للدنيا بسبب إنه يعني يعطيني ضغوطاته. أنا مفروض من أول موقف على طول أتجاهل هذا الشخص وألغيه من حياتي إذا كنت قادرة. أما إذا كان هو شخص قريب مني ما أقدر أنقطع علاقتي معه، ممكن أتحاشى، ممكن أحط حدود بيني وبينه عشان ما يضايقني، ما يخلي السلبية هذه كلها تجي علي. أكيد.